البنات منين بردات هذا العطر هذا ديال ملك، ملك عطر ملك. البنات هذه خاصه للسيدات المتزوجات. هذه انا من الاحسن اللي خذتها ديرها في دارها، لان هي الخلطه ديال اليوم. هذا العبار هو اللي خصو يكون في الاوريجينال ديالها، يجي قارنها مع هذه. بسم الله، اهلا وسهلا متابعي قناه العثمانيات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. فيديو جديد، نهار جديد، وبلاش كعرفتونا في اليوم رجعنا عند عطور حضري. ما شاء الله عطور حضري اللي دار ضجه تيك توك، انستغرام، فيسبوك، اليوتيوب، ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني ما شاء الله ولا معروف بالجوده ديال لي بارفان ديالو. ماشي انا اللي غنقول، نتوما اللي غادي تقولوا، التعاليق ديالكم اللي غادي يقولوا ان شاء الله. اليوم جينا باش نصوروا لكم، لان دينا من المرحله الاولى، دابا بقينا ان شاء الله في مرحله ديال التخمير. يعني دابا كتاخذي العطر ديالك مخمر، اش كتقول مع التعتيق، تعتيق يعني ما كتاخذش البارفان مجهد، يعني كتاخذو مثلا بحال الروائح اللي تناخذو، سواء الاوريجينال ولا الروائح الاخرين، كتاخذ العطر ديالك دابا واجد. وكاين الجديد ان شاء الله، كاين خلطات، لان محل حضري هما معروفين بالخلطات، خلطات العرائس، خلطات العريسات، الخلطات ديال المسك الطهاره، هما معروفين باشهر محل الخلطات، كيف ما كنكتب لكم في كازا وفي جوهره. كي داير؟ لاباس عليك؟ بخير، من نجاح الى نجاح، ما شاء الله. تبارك الله على الشباب ديالنا. انا تنفرح ملي تنخدم مع الشباب ديالنا وكنلقاهم تيطلعوا وتزيدوا القدام، ان شاء الله فرحه كبيره والله العظيم. الله يكمل عليك ويكمل على وليداتنا كاملين. اليوم كاين الجديد، ياك؟ والناس اللي ما كتجاوبوش في التليفون، والله الا كاين الضغط سمحوا لي بزاف، ياك؟ يلا اعتذروا، نعتذروا للناس، نعتذروا لكم. والله الا كاين الضغط ديال بصح اللي قدرنا نجاوبوه راه كنجاوبوه، ولا ما قدرناش يسمح لينا بزاف الضغط ديال بصح. والله الا غير دابا تقريبا شهر ثلاثه الدريات اللي تبدلوا، كتجي وحده كتضرب يومين ما كتقدرش تصبر، ما كيصبروش الميساجات على الجد، والله ما كتقدر تصبروا. دابا المشكل راه ماشي الناس المحلات، راه الناس الدراري ولا الخدامه اللي تيخدموا معاهم المساعدين ديالهم اللي ما تيصبروش، كيقولوا لي بزاف حنا ما نقدوش نخدموا هكا، التليفونات، الضغط. اما هما راه كيديروا فيديوهات باش انهم يخدموا ويبيعوا باش كلكم تستافدوا. نبداو ان شاء الله على بركه الله، نعطيكم بعدا العنوان. حنا كنتواجدوا في مدينه الدار البيضاء، جوهره، قيصريه جوهره، في الطبق الاول زعما الطبق السفلي، ياك؟ غنخلي لكم ان شاء الله الدخله من الجامع ديال جوهره، راه باي نعت في الاخر الفيديو كيحلوا طيله الاسبوع، ما كيسدوا حتى شي نهار غير الجمعه اللي الصباح كنصبحوا في الصباح وقيت ورا الجمعه كيحلوا ان شاء الله. كاين لا ليفغيزون في كازا وفي خارج كازا، وانا ما نكرهش الناس اللي في كازا. بحال دابا تلاقيت معنا جايين من مدن بعادي، من محمديه، من بن حماد، جيو نتوما باش انكم ملي كترش الشريحه في يدك تيخرج حتى كيوصل لبرا وتيرجع، كيقول لي عطيني هذه اللي رشيتي لي هنا. دابا تقريبا شي 40 يا كمريم، الدري اللي جاب المكناس 40 قيصوني، صيفط ميساجات يسوني ما جاوبناش، عنده الروبوش الكار باللي صباح عندنا هنا في الصباح، تقدر الريحه ديالو بصحته. ولكن غير شوفوا كيفاش ديروا باش تجاوبوا الناس، هما راه ما عليهم والو حتى هما، ولكن راه قلت لكم شنو كاين. نبداو ان شاء الله على بركه الله كيف العاده، نستفتحوا الفيديوهات ديالنا بالصلاه والسلام على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، باش نتوما ان شاء الله تذكروا تصليوا عندي، وحنا يبارك لنا الله في الفيديو ديالنا، ونقولوا بسم الله على بركه الله. والجديد عاوتاني اليوم شي حاجه طوب البنات، مرحبا بكم. اليوم البنات جا واحد المتابع، متابع شاب ما شاء الله عليه، جاي من بن حمد، قال لي شفت الفيديو ديالك دابا شفتو كيتقدر الريحه، وني نقول ليه واش كدير هاد الريحه، قال لي لا غير شفتها في الفيديو وعجباتني وجيت باش ناخذها. حتى الشباب متابعني، منين جيتي؟ من بن حمد، بصحه والراحه، يحسن لي الشرف يكونوا حتى الشباب متابعيني، بصحتك وراحتك. نبداو ان شاء الله بالجديد مع سي حضري. قبل ما نبدا غادي نعتذر للمتابعين ديالي، حيت دابا ما هاد الصباح من جيت كنصور الاغلبيه اللي جاو كلهم رجال، قالوا يا اختي راه تنشوفوا الفيديو ديالك، جينا حتى حنا نتقداو، غير ما تبقايش تقولي البنات، انا نقولها للمتابعين، العطور للرجال والنساء. يلا سي حضري نشوفوا ان شاء الله الجديد اللي جبتي لينا، اللي من كوليكسيو حضري بارفان. هاد العطر هذا الطلب ديال الكليان باش هودناه لهذا، كنا كنبيعو ب 150 درهم، واللي كنا دايرينو في هاد الكوليكسيون ديال حضري، وجربوه الكليان وكلهم عجبوهم، قالينا والو حاولت
تهبط لنا في الثمن. عاديين تهبط لنا في الثمن بغينا. ولكن في قراي عاديين بالجوده ديال 150 هكاك. عارف الكونتيتي ديال القرعه صغار. حيت شنو قلنا عبد الرزاق؟ قلنا نبقاو في الجوده ديالنا، نبقاو في الخدمه ديالنا باش ان شاء الله نمشيو لقدام. ايوا غنبداو ان شاء الله بالرشان. يلا دير لي في يدي. دير في يدك. ديري دابا في يدي باش نشوف. راني رشيت شي وحدين في يديا. هذا بعدا اللي رشيت هنا الخدا داك الولد من بن حمد زوين. واه. رجالي زوين. هذا. مالك. فيه خلطة الحواميض ياك. حمضي. ياك حمضي. وسكري. هذا كيتعتبر عرق. نسا ورجال. لا. نسا. هذا نسا. نسا. زوين. في تبات زوين هذا راه كنقول لك هذا يقدر يقدر 4 ايام 5 ايام 4 ايام 5 ايام في الحويج ما يحيدش هذا العطر مالك. ريحته بارده. لا ريحته زوينه. لا الريحه اللي تنبغي انا. قد ما كطول فيك زوينه زوينه. واحد الريحه هذا زوين زوينه. عطر مالك هذا خليوه هنا باش ما تصدرش ليا. اكثر ما بيها عندنا دابا حاليا في المحل. واعره البنات. وعطر مالك خطير. هي كتبرد فيها حوامض فيها سكري فيها بونبون كتشم في ريحه لي بونبون. هذا من الكوليكسيون ديال حضربه بافا. دابا هذه الخلطه ديالكم. هذه لا ماشي خلطه. هذه صايبناها من ازار. هذه صايبات من لا الخلطه هي ملي كنشد انا واحد جوج ديال لي بارفان ولا ثلاثه ديال لي بارفان كنميلونجيو مع بعضياتها. هذه صنع ديالكم. هذه صنع من الزيرو ديالها من فانيلا الاولى من صايبات ديالنا. اوكي المهم نقولوا لها الخلطه ديالكم الخاصه ديالكم. اوكي واعره. هذه سميتها ملك. زوينه البنات. انا نحاول نوصل لكم الريحه ديالها. يا ريت وكان هادشي كيتشم في الكاميرا. فيها كتشمي في الاول بحال كتشمي ريحه الحامض ليمون حلوه. والريحه ديال لي بومبو نوع ديال لي بومبون فواكه بحال فرومبواز بحال فيها واحد الفواحه واعر زوينه. والتبات البنات غنقول لكم واحد القضيه. حيت دابا انا كنجرب معكم قلت لكم العالم ديال العطور ما عنديش معاه. منين خديت لي بارفان اللي كانوا عندي الاوريجينال فعلا البنات ما غنحلفش فعلا بحالهم وتبات زوين. واللي كيشم فيه كيقول لي الريحه اللي دايره زوينه كيبقاو في الحوايج. الا ما صبنتيش الشال ولا اللبسه ديال كنبقى معلقها ملي كنجي نلبس لبسه اخرى كنشم الريحه. كاين التبات صدقوني كاين التبات. انا بغيتكم باش تجربوا قبل ما تشريو اي عطر عند حضري شري العطر اللي انتي كديريه في الاوريجينال شريه. قول لي مثلا كديري كوكو شانيل ولا كقول لي عطيني اللي انتي عارفاه. لان دابا شنو كيوقع دابا بزاف السيدات كتاخذ عطر عمرها دارته كيجيها شويه مجهد ما كيعجبهاش كتقول لك الريحه عنده زيرو. خدي العطر اللي انتي كتعرفيه اللي انتي كديري سواء رجال سواء نساء. هذه هي اللي بغيت نوصل لكم. حاجه كليون كيسمعنا قلنا واحد لي بارفان في الفيديو كيجي باغيهم بلا ما يشمهم. أنا يمكن انا قلت لك هذوك لي بارفان زوينين ولا عزلنا شميناهم وقلنا عليهم حنا زوينين على ذوقنا حنا ماشي على ذوقك انت ولا ماشي ذوق على الكليون اخرى. كتبقى اذواق في لي بارفان ضروري يجي اذواق وشونجيو اي حاجه. كاين اللي كتعجبو القاصحه. انا من الناس كتعجبني الخفيفه تكون حلوه خفيفه. كاين اللي كيعجبو القاصحه الاذواق كتختلف. حنا كنحاولوا منين كنشموا كنقول لك هذه خفيفه هذه قاصحه بالنسبه اللي ما مجرباش هذاك النوع ديال البارفان. واخا نكملوا نعاودوا واحد هذيك طراتينا مع واحد الكليون كيستعمل بكالوريوس اوريجينال شاريها 4500. وبعدا دارت علينا ضجه في المواقع التواصل كاملين واش كتخربقوا واش الاوريجينال واش هذا واش هذاك. شوف قال لك تبع الكذاب حتى الباب الدار. ولكن حنا لونسينا تحدي باقي ما جا عندنا حتى واحد. اخر واحد جا عندنا خدا صدق واخد 4 ديال البكالوريوس. ايوا الحمد لله. جعدنا بغيت درنا التحدي 5000 درهم ياك. 5000 درهم ورجع درت لهم انا فيديو في تيك توك قلت لهم باللي اللي كيستعمل لي بارفان وجا ويجيب لنا هذيك القرعه الاوريجينال ما لقاهاش بحالا نعطيه قرعه اوريجينال ناخذها ليه من المول. صافي. التيكيت ديالها بانها اوريجينال. يلاه الله يسخر. كاين شي تحدي اكثر من هذا؟ ما كاينش تحدي اكثر من هذا. الله يسخر. كاين هاد ملك واعره. هذه اللي ورينا دابا هي ضيفه الشرف ديال هاد الحلقه ملك. المهم هي زوينه. الناس اللي عزيز عليهم لي بارفان سكري بزاف اللي عزيز عليهم مرويح يكونوا حلوين يكون كيشم فيهم ريحه لي بومبو. اسكادا تاج. اسكادا تاج. اسكادا معروفه. اسكادا سميت شركه عندها بزاف. عندها اسكادا ميامي اسكادا تاج اسكادا ماليتيزم اسكادا كوليكشن عندهم بزاف. اسكادا تاج هذه خطيره. قال لي هنا هادو الناس اللي عزيز عليهم مرويح سكري بزاف زعما يشم ريحه الفاني ريحه الفخوي حيت بارده هذا.
اليوم اليوم خدام معايا بوحدي واقيلا اليوم عندك كان مع البارد. واعر. حتى هذه زوينه. خطير. باكاغا؟ لا اسكادا تاج. واحد نهار تشربوا باكاغا فانيلا. اليوم العطور اللي غتلقاو عند حضري علاش كلهم في هاد لومبالاج كلهم كيف ما قلنا معتقين مخمرين يعني ملي كيرش لك ما كتبقاش تشمي ديك الريحه المجهده بحال ملي يلاه كتخلط دابا نعطيك واحد دابا هاد الريحه هادي اللون ديالها في الاول كان اصفر عادي دابا ولا بحال لون العود مع طول عندنا بزاف مخمرين ومزال شكون ولا دير لي في شكلينكس هادي حتى هادي اللي عطاني دابا الاخر اللي قال لي سكري زوينه لا واعره زوينه هذاك اللي عزيز علي اللي فخوي شي مع حضر يكون هكا ديري بارفان هادي فيها لمسه العود شويه لمسه العود شوي ولكن خفيفه شرقيه اكثر نقولوا عطر شرقي عربي, عربي. فيها اللمسه ديال العشاق لمسه العود والصندل خشب الصندل ياك المصمم ديالها هو هذا فرانسيس كارديجان فرنسي ما شاء الله باش قلت لك انا كنحطهم هنا باش نرجعوا ليهم ك فلاور بومب نسى لا ما غالي ما كفنسى كلهم معتقين الروايح وحتى اللي بغى شي ريحه ما كيلقاش راه مخلطينهم تتوريني كيما واو واعره حتى هادي فلاور بومب خطار فلاور بومب زوينه يس اي ام يس اي ام يس اي ام يس اي ام انجلي هادي هي لي بارفان اللي ملي تتمي دايزه كيقول لك شي واحد هاد الريحه اللي دايره زوينه خصوصا مالك من الروائح اللي فريمون داو من الكليان والله هادي الاولى لا زوينه زوينه الاولى اللي شفنا اللي قلنا الخلطه ديالهم اللي هي التركيبه ديال نقولوا التركيبه التركيبه ديالهم خطيره انا شويه جاتني مجهده هي شويه قاصحه هادي شويه هادي شويه قاصحه واحد جاي من الشرق ان شاء الله الله يرحمنا ان شاء الله يعني واي عطر كديريه في الاوريجينال غادي تلقيه اي عطر كيف ما بغى يكون حتى الا ما كانش مثلا ما بقاش حيت كاين العطر اللي قلتي لي في نهار ما كيبقاش عندنا خصنا عاوتاني ندخلوه ونقادوه ونصوبوه في نهار انت بحال مثلا ماك شحال وجدنا فيها من كثرت بنادم كيجي وما كيلقاش هادي كلها مالك كلها مالك ومازال باقا كارطون اخرى فيها لا تقريبا شي سميت بياسه كلها مالك حيت كتبع لينا على الجد انا صافي ما بقيتش كنشم هذوك الاولين مالك ني هادي لا ما قدرتش في يدك اه مالك في يدي راه حيت انا مستفاهم الاول الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه مستفاهم باش نرجع ليهم نديرو حتى الرجال حتى هما ما نساوهمش العطر اللي خدا الدري اياه من بن احمد راه هي اللي دايره هنا في يدي فيها واحد الثبات ديال الخمار واعر هذه ملي كنقولوا الثبات كنقولوا كتبقى ياك كتبقى في الحوايج لا زوينه وبالنسبه للعطور ديال الرجال انا خديت لولدي بلو بلو شانيل ديال الرجال خطيره عجباتها عجباتو وعجبات حتى الزوج ديالي حتى هو عجباتو البنات منين بردات هذا العطر هذا ديال ملك ملك عطر ملك البنات هذه خاصه للسيدات المتزوجات هذه انا من الاحسن اللي خداتها ديرها في دارها لان الريحه اللي فيها منين بردات ما يمكنش هذه عطر المتزوجات ولا البنات ولا السيدات اللي ديرها في دارها هذا العطر هذا خطير في واحد الريحه ما شاء الله ريحه كنقولوا جذابه يعني كتاتي كتجبدك يعني انا دابا في يدي كل ساعه تنشم من رشيتها في حوايجي راه ما شاء الله واللي متحيدش لك اه ماشي قادي المهم تحيات باقا ما عرفتش انا يلاه درتها في يدي ولكن الريحه اللي فيها للسيدات ديريها في دارك هاد الريحه آه واعره زوينه بالنسبه للرجال نصحوهم بهذه شنو قلنا سميتها هذه الخمال اللي بغيتي الخمال وبلو بلو شانيل حتى هي زوينه ثبات زوين فالنتينيو متيه فيها ثبات زوين
حتى هي كتبقى في الحوايج. هادو دابا بحال مثلا بلوشاني دابا كاينين شي روايح ملي كنقولوا تبقى في الحوايج، ماشي لا روايح اخرى ما كيبقوش في الحوايج، غير هي كاينين شي روايح ملي كترشم ملي غتوقف قدام الواحد خصو يدير واحد الايفور باش يشمو تيقرب حداك. بلوشاني لا قدر يوقف حداك غاديز عاديز حداك يشم، غدوز من حداه يشم. هذه ارتخامال حتى هي يدوز من حداه يشم حتى هي زوينه. لا ندير حيت رشيتها في يدي قبيله وبقات بردات دابا حتى هي زوينه بالنسبه للرجال. بالنسبه للرجال اي عطر بغيتيه راه غادي تلقيه موجود وكما كنقولوا مخمر. بالنسبه اليوم الجديد هي عطر ملك واعر. لا باقا كنشم فيه، باقا كنشم فيه وغنرشها في حوايجي. انا رشها في يدي غادي نعم. الثمن هادو بالنسبه للملك 50 درهم، ما فيهاش اودو بارفان، فيها غير الاكستري 50 درهم. بالنسبه للروح الاخرين فيها اودو بارفان 30 درهم والاكستري ب 50 درهم. نشرحوا للناس شنو الفرق بين الاودو بارفان كنديروا فيه النسبه ديال الزيت العطري قل من الاكستري دو بارفان. دابا بحال مثلا اودو بارفان غتبقى لك في الحوايج نهار، اكستري تبقى لك 3 ايام 4 ايام. هذا هو الفرق اللي بيناتهم. الله ما نص لا كونتيتي ديال القرا. اما ناخذ من احسن ناخذ الريحه اللي غتبقى ليا الاكستري، واخا نزيدوا عطور اخرين باش نديروا الخلطه تاع اليوم، حيت كل فيديو تنديروا خلطه وباقا الخلطه ديال العريسات خدامه، حيت باقي الفيديو الاول يلاه كيشوفوه باقا الخلطات ديال العريسات باقين كلشي كيطلبهم. واليوم غندير لكم خلطه جديده ان شاء الله، نزيدوهم شي عطور اخرين. يلا اقترح علينا، عطينا اللي كتعشق العطر البارد شنو تقترح عليها، واللي كتعشق العطر القاصح شنو تقترح عليها. مثلا اللي كتعزيز على روايح ديرهم باردين عندها بحال مثلا اسكادا تاج، واخا اغلبيه كيقول لك ديال الشتا كاين هي زوينه اللي كتبرد خويتي يعني منعشه. عندك فلاور هوم واعره اللي عطيتها لك، سكوندال ديال الشتا ولكن زوينه، سكوندال ديال الشتا فيها واحد الثبات واعر. سكوندال معروفه. اولمبيا تاير ما كتحيدش من الحوايج. اولمبيا خطيره. عندك فيرزاتشي نواغ تا هي واعره ديال هاد البيريود هادي. غوتشي غولدي خطيره. عندك اماريج واخا قديمه، اماريج راه قديم من عطور القطام ولكن واعر ولكن باقا ريحتها خطيره. شانيل شونس تا هما واعره. عندك ياس ايام واعره. اس ايام وايكد العطور اللي خديت انا هذيك المره خديتي فيرزاتشي نواغ واعره عرفتي كتقلب على شو البنات مع انا كانت عندي الاوريجينال انا ما شريتهاش، كانت جاتني كادو ومنين شفتها عنده قلت له انا بغيت صوب لي بحال هادي في الكحل. وفعلا راه شمتانيت فيا نوره قلت لها راه هادي، قالت لي قولي والله، قلت لها والله الا هي واعره عرفتي بحال اللي كانت عندي. دابا بزاف غيقول لك واش الريحه ديال 4000 درهم غتقارن مع 50 درهم، المهم هذاك الشيء كيبقى اللي كيقول لك. كنقول لي شوف ماشي ضروري ملي غتجي عندي انا المحل ادخل المحل غنشمق عليك تشري بخاطرك، غتجي غنعطيك طوش عجبك مرحبا، ما عجبكش مرحبا، ما تشوفش مني حتى تغوبيشه صغيره. المهم انا حيت العطور اللي جربت جوج العطور الاخرى، جربت جوج العطور في الاوريجينال كانوا عندي منين خديتهم البنات بالاخص هذه سميتها نواغ فيرزاتشي نواغ خطيره خطيره خطيره. اللي كيشمها فيا كيعرف السميه، كنقول ليه هذه راه ديال حضري يعني ماشي الاوريجينال. ونورا جات كتقلب دابا واش مقطوعه ما كايناش؟ غتوجد اليوم ان شاء الله. ان شاء الله حتى هي ماشي بارده وماشي قاصحه، ملي كتبرد زوينه ديال البرد لفنا البنات واعره راه غادي تكون ان شاء الله. شحال واحد كطرالي كرشوا ليه كياخذ الروح كيبقى هي غد لي كيرجع عندنا هذيك اللي رشيتي ليا انا وفينا باش نجهدوا هذاك الشيء اللي كيوقع حتى انا تتوقع ليا مع كنبقى نرش ملي كنمشي شالي بعدا كيمشي كله مطبع وكنبقى نقول هادي زوينه هادي زوينه ولكن السميه صافي ما كنبقاش نعقل شنو الاسماء اللي قلنا. زدنا شي جوج عطور ان شاء الله نمشيو للخلطه باش ما نطولوش الفيديو. هادي اللي كي العشاق هاد لا ميم تريزور كنقول لك اللي مجرب لوريجينال ديال صح ولا غير هادي ولا غير لا نو تري عنده الاوريجينال ديالها يجي يقارنها مع هادي. رش لي شنو هادي ام شي ضروري يشري يجي يقارن هادي نسى ولا رجع؟ لا نسى لا نو تريزور كاينه كنشمو فيها الفخامه. لا واعره لا
بهذا المعنى الفخامه. نوي تريزور شي حاجه اللي زوينه. عرفتي دابا كدوخ حنا شنو غنشريو شنو غنخليو؟ انا راه ولا عندي بلاكار ديال اللي عزيز عليه الريحه عاوتاني سكري وتكون بودري. عقلوا على الروايح، انا كنحطهم هكا هنا متابعين. شناقل معاكم لامبراتريس، سميتها لامبراتريس ديال دوتشي كابانا. هادي تاي كنقول لك دابا الروايح غيعرفوا من اللي مدوز لوريجينال. فواكه اكثر، في ريحه الفواكه اكثر. دوتشي كابانا عنده واحد لاغام ديال الروايح كتخدم به مواري. عشنا ملي تبرد نعاود نشمها لكم. عندها لايت بلو فيها ريحه البحر مع ريحه السيتروني صراحه. حتى هي كتبرد زوينه ما شاء الله، يعني فيها ريحه الفواكه وشويه بحال ريحه السويهله بحال الدلاح ياك. مهم انا شمشامه الدلاح شمشامه الدلاح خطيره ان شاء الله. نديروا الخلطه دابا، بركه علينا شحال من عطر باش ما ندوخوش الناس، حيت انا عارفاهم واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة ديال الروايح بين رجال أنثى إن شاء الله. وعاد الملكي عطر ملك خاصك دير شي عطر بسميتي. مرحبا انا دايرينو ياك الخلطه ديال العثمانيات حتى هي حد الان ما كيجيش الخلطه ديال الصندل والخلطه ديال الصندل درنا فيها الصندل والعود واسكاداتاش والمسك. الخلطه واعره عرفتي البنات، هذيك ملي كنبغي الراحه النفسيه، عرفتي الراحه النفسيه ملي كتكوني معصبه مقلقه من هذه تنرشها، حيت فيها ريحه العود فيها ريحه الصندل هي وداك مسك المدينه. والله الا الراحه النفسيه ما شاء الله. نديروا الخلطه اليوم يلا على بركه. غادي نسمعكم واحد الشهاده. هذه دو جوغ قبل فواحد العرس هنايا عندنا في تطوان، وقصات حدايا واحد السيده عامله واحد كولونيا كتحمق، عرفتي كدوز كتخلي موراها كولونيا النسمه ديالها قويه. ملي قلت لها قالت لي واحد السيد قالت لي كومونديتها من عنده في كازا. قلت لها شنو؟ قالت لي راه حاضريها. شنو دابا عاد انا كنشوف تيك توك ويطلع لي فيديو ديالكم، خديت نيميرو ودخلت عليكم. خايلها مدام الا ما صيفطهم لي انا لا عجبوني فوق ما غادي نبقى ديما كوموندي من عندكم، والا جيت لكازا غنجي حتى لعندكم المحل ان شاء الله. ما شاء الله عليكم بالصحة والراحة، بصحتك وراحتك تبارك الله ما شاء الله. ماشي حنا اللي تنشكروا في العطور وفي في الريحة ديالها، الناس اللي كتشم. يعني دابا ولا شي كيشم عن شي وتيقولوا منين خديتي العطر. تبارك الله على حضري والعطور ديالو. خلطة اليوم مباشرة معاكم. البابورة تخلط قدامكم، هذه كتسمى خلطة. غادي نديرو معاها مسك احساس احساس خاتر، وعاد غادي نعطيوه الاسم. هذه هي الخلطه ديال اليوم. هذا العبار هو اللي خصو يكون في ال نخلطوه ونشموه ان شاء الله. كاينين معنا الناس تاهما يشاركوا معنا ويعطيونا الراي ديالهم في هذه الخلطه. هذه من الخلطات وباقيت انا مانيش انا باقي مشان ما شاء الله مجهده. نخليوها تبرد. ملي شميناها وبردت عطاتنا انها خفيفه. نيت معنا واحد السيده باقا ما شمات حتى شي حاجه، عطيناها تشمينا هي الاولى. غادي دابا نحليوها، غادي نزيدو فيها عاوتاني ريحه حلوه باش انها تكمل العطر ديالنا ونشوفو النتيجه اللي غيعطينا ان شاء الله. الخلطات كيتخلطوا مباشره قدامكم، عاد خطيره. كان خاصها دابا ملي زدناها بارفان حلو جات واعره. جات واعره بالصحه والراحه بصحتكم.
ريحه سنه خلطه خطيره. شنو نسميوها؟ نسميوها خلطه الخريف ان شاء الله، لانها كانت بارده ومنين زدنا فيها عطر حلو جات خطيره. واعره البنات، ماشي شميت غير انا، شمو كاع معنا الناس اللي في المحل. كما قلت لكم السيده معنا يلاه جات باقا ما شمت حتى عطر، حتى في الاول قالت لي زوينه ناقصه شي حاجه، وعاد اش حليناها طلعت بارفان واعر ما شاء الله. كانت طالعه في الاول مغموقه، دابا جات طلعت خلطه خطيره، تقريبا كتشبه الخلطه الاولى اللي كنا درنا تقريبا. هذه حلوه شويه عليها، هذه حلوه شويه. شحال غتبقى القرعه الخلطه؟ ودو بارفان 30 30 درهم. يلا بصحتكم. الخلطه ديال اليوم هي هذه. بالنسبه الا جيت نسمعكم الاوديوات اللي سمعت انا اليوم شي حاجه كتفرح، يعني الناس عرفتي العطور تبارك الله ما شاء الله، العطر اللي كتعشق واللي كانت كتحلم انها ديرو في الاوريجينال دارتو في العطر ديال الحضري. والله الا سمعوا علينا ولين في لي كومونتير هما كذا كلهم سمين علينا قاهر الاوريجينال. قاهر الاوريجينال صافي غنكتبها في العنوان، قاهر الاوريجينال الحضري. تبارك الله عليكم، كاين توصيل لجميع المدن سواء حتى في كازا. الناس اللي ما قدوش يتبلاصاو الجوهره نصيفطوا لكم، والناس اللي خارج كازا. بالنسبه للناس ديال الجمله شنو ديال الجمله كيجي كنشوفوا على حساب الكونتيتي اللي بغا، الكونتيتي اللي بغا كنشوف السله وكنديروا معها الثمن ان شاء الله. الله يسخر لهنا ان شاء الله. غادي نختموا معكم لان الناس جاوا والناس باغيين يتقداو. عرفتكم غير بالعطر اللي قلنا اليوم، عطر خاص للنساء، عطر الملك الملك المتزوجات. خطير. يلا البنات بسلام عليكم في امان الله ان شاء الله، والشباب جديد تاهو نشجعو ان شاء الله. هذا هو مسجد جوهره معروف الباب ديالو، يعني اللي كيدخلوا منه الناس اللي كيصليو. ها انتما هذا الطريق، هذا جوهره المسجد هو هذا. شوفوا تبعوا معايا، ها انتما شوفوا، ها انتما غادي نمشي نيشان، تبعوا معايا باش ما نشدش الناس. كاين هنا واحد العطار، هانتوما باب القيصرية. غنوصل هنا، كاين هاد الباب القيصرية، غنهبط تبعو معايا. دور على يدي اليمين. بالنسبة للناس اللي غتجي في الطريق الصغير، غتطلع من الطلعة ديال الأتاكاداو ديال البرنوصي، بحال غادي عند ياسين طلعه قيصريه. ها انتم هالمحل، مرحبا بكم.